مبسوط لاني بدنا نرجع نعيش، بدنا نرجع الامان ونرجع نزرع ونرجع نطور الباديه ونكثر الاغنام. بلدنا اذا مو بالاغنام بالزراعه كمان ما يمشي الحال. يعني ما كنت متوقع انه يرجع المشروع، انه يرجع مثل ما كنا اللي صار فينا قديما. كان المشروع يعني كساتر تراب، كان في كم شجره هون عند البير. حتى البير هذا كان بير قديما من 48 معمر، ما كان هذا البناء الحديث ولا كان هالشيء هذا. والاحواض الصبات هاي ما كانت هيك، يعني كانت كمان مهجوره كلها فارطه وتعبانه. هلا حس الشغل كله كويس، بدنا نرجع نعبي الاكياس ونزرع الغراس الرعويه ونباشر عملنا ان شاء الله من جده وجديد ان شاء الله. على حز الباديه طلع ما فيها شيء، بكره بنعمل حقول، بتصير هالحقول تدخل الاغنام عليها ان شاء الله، وانه نرجع ان شاء الله بالخير ان شاء الله.